السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا بالفيديو راح قسم من المتابعين كتبوا لي بالتعليق يريدون معلومات عن تغذية الأرانب، يعني ايش قد اني عاد نعطيهم، ايش كم وجبة باليوم وايش قد الكمية. طبعا انا حكيت سابقا بفيديوهات انه اني اعطيهم وجبتين باليوم، واحيانا اعطيهم 3 وجبات، يعني مرات وجبتين ومرات 3. وجبتين اساسية اعطيهم، وانطيهم وجبة مثلا الظهر، الوجبتين الاساسية انطيهم وجبة الصبح، وانطيهم وجبة بالليل، اهم شي وجبة الليل خصوصا بالصيف، لان بالصيف الجو حار تعرفون، فالارانب ما يكونون نشطين بالنهار، نشاطهم يبدأ بالليل، النهار الجو حار وتشوفهم اكثر الوقت قاعدين وحتى حركتهم قليلة، فراح يكون اكلهم قليل، بس بالليل راح يصير عندهم نشاط والجو شوي يصير طيب، فبالليل يحتاجون اكل، فاهم شي وجبة الليل. طبعا اذا انت تستخدم شعير او حنطة ضروري تقلل جدا بالصيف، لان هذا الشعير او الحنطة ممكن ينفخهم بالحر، يعني بالذات ممكن يسوي عندهم انتفاخات او يضرهم. اذا علف ارانب حاليا موجود باربيل، يعني مرة انا جبت من عنده، تعرفون انتم بالفيديوهات السابقة، العلف كنت استخدم وجبتين، يعني وجبة الصبح ووجبة بالليل، الكمية حسب العدد اللي عندك، يعني انت خلي لك فرد معون وخلي بيه كمية، شوف يخلصوها، يعني تعال عليهم بعد ساعة، مثل ساعة ونص حتى لو ساعتين، شوفوا الأكل يبقى عندهم لو يخلص، إذا باقي زايد قلل، يعني بحيث تخلي لهم أكل خلال ساعة ساعتين، الأكل يخلصوه، هذه الكمية استمر عليها، يعني انت زيد او قلل الى ان تشوف الكمية صارت مناسبة. هذا بالنسبة للعلف. اما بالنسبة للخبز، انا انطيهم خبز، انطيهم تمن، انطيهم خضروات، هذه الكمية حتى لو صار شوية زايد ما يأثر عليهم، بالذات الخبز والتبن، الخبز والتبن لو يبقى عندهم طول الوقت ما يأثر اي شيء، يعني انا مرات اخلي لهم خبز يبقى عندهم الليل كله، مثلا موجود عندهم الخبز والتبن، هذا الخبز والتبن ما راح يضرهم شيء، لان ما راح ياكلون بكميات كبيرة، بالذات التبن يعني ما يحبوها هالقد، ياكلون شوية ويتركون الباقي، والخبز نفس الشيء. فمثل ما قلنا الخبز والتبن اذا بقى عندهم طول الوقت ما يأثر. اللي الشغلات اللي تضر الخضروات، اذا بقت عندهم طول الوقت هذه راح تضرهم الخضروات. والشغلة الثانية ايضا العلف، العلف اذا بقى عندهم طول الوقت راح يسوي عندهم انتفاخات وراح يضرهم. فالاكل اللي استخدمه اني حاليا اعطيهم خبز يابس، او مرات خبز حتى يعني طري، نقول ما يابس، الخبز من البيت اعطيهم اذا ما عندي خبز يابس، اعطيهم تمن مطبوخ، مرات اطبخ لهم يعني خصوصي لهم، بس اسلقه بماي تمن وخلي له ملح واسلقه وانطيهم، إضافة إلى التبن أيضا عندي تبن أنطيهم. هاي 3 وجبات، هاي 3 شغلات صارت أنطيهم، وأنطيهم حشيش، أجيب الحشيش مرات أخليه بالشمس ينشف تروح منه الرطوبة، الحشيش لو قد ما أنطيهم ما يأثر، يعني خصوصا بعد ما أخليه بالشمس وينشف ما يبقى بيه أي مي، هذا الحشيش يحبوه يأكلون من عنده، يعني مرات أبقي عندهم كمية وأخليهم يأكلون من عنده براحتهم، من يجوعون هم يبدون يأكلون من هذا الحشيش. خضروات مو بكل وقت انطيهم، يعني مرات الظهر انطيهم وجبة خضروات، الاكل اللي يزيد بالبيت انطيهم، بس هو يعني الشغلات الاساسية مثل ما قلنا انطيهم وجبتين اساسية الصبح وبالليل، الصبح تقريبا بالتسعة او بالعشرة الصبح، وبالليل بعد صلاة المغرب، مرات اخلي لهم يعني اكل زايد بالليل ابقي عندهم، اجي الصبح مخلصين الاكل او باقي شيء قليل من عنده. اهم شيء مثل ما قلنا الخضروات لا تبقى عندهم طول الوقت، اما خبز اذا بقى عندهم ما ياثر شيء. فانت اهم شيء اهتم بالوجبتين الاساسيه، وجبه الصبح ووجبه بالليل، والكميه مثل ما قلنا اذا خبز او تبن او مثلا عندك حشيش انت مخليه بالشمس يابس، او الجت اللي هو البرسيم، هذا كله حتى لو كميه شويه زايده ما راح يأثر عليهم وما راح يضرهم. وبالنسبة بالنهار إذا عندك مثلا قشور خضروات، أكل يزيد بالبيت، هذا نطيهم وجبة الظهر، هي تصير 3 وجبات، بس حتى لو اقتصرت على وجبتين، وجبة الصبح ووجبة بالليل، فكلش كافي للأرانب. إذا وجبتين خليهم شوية أكل زايد،
يعني خصوصا بالليل خلي لهم اكل بحيث يكفيهم للصبح، وبالنهار هم خلي لهم اكل بحيث يكفيهم تقريبا للظهر ورا الظهر. راح يبقى عندهم فترة تقريبا 3 ساعات 4 يبقون بدون اكل. وطبعا شغلة الارنب اذا موجود بقفص متقيد ما مثل الارنب اللي يتحرك، الارنب اذا مكان واسع ويتحرك لا تخاف عليه، يعني ايش قد ما اكل ما طول عنده مكان ويتحرك ويركض ويلعب راح يصرف كل هذا الاكل. اذا بقفص لا، وجبتين كلش كافية، وجبة خفيفة تنطيه الظهر، هاي 3 وجبات، يعني 3 وجبات او وجبتين كلش كافي بالقفص، لان بالقفص الارنب راح تكون حركته قليلة، فالاكل الزايد ممكن يسوي عنده انتفاخات او يضره. انت عموما اذا شفت عندهم اي انتفاخات ابقى على وجبتين فقط، وقلل لهم اكل بالوجبتين اذا على الارانب حيصير عندهم انتفاخات يعني بسبب الاكل الزايد مثلا. طبعا اني لما جبت لهم العلف مال الارانب بالبدايه كنت انطيهم، لاحظت صار عندهم انتفاخات، فبديت اقلل شوي شوي بالكميه الى ان قلت عندهم الانتفاخات. يعني كنت انطيهم بالليل بحيث يبقى ساعه ساعه ونص يخلص الاكل، والصبح نفس الشيء ما كنت اكثر لهم لان العلف شوي كان ينفخهم، فبقيت اقلل بالكميه الى ان استقريت على كميه بحيث ما يصير عندهم اي انتفاخات. فهذا الفيديو وضحنا شوية عن وجبات الأكل وعن التغذية اللي حاليا أني أستخدمها مع الأرانب. ومثل ما قلنا الأرنب إذا مكانه مفتوح ويتحرك أفضل مما يكون بقفص، وراح يتغير طبعا الأكل، إذا الأرنب يتحرك ممكن يأكل أكثر، وإذا يكون مقيد بقفص وحركته قليلة راح يكون الأكل عنده أقل. هذا كان كل شيء بخصوص فيديو اليوم، وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.